السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل المحسنين وكل من ساهم حتى بالدعوة الله يشافيه. أنا اسمي ودي حسن، نسكن في مدينة القصيبة إقليم بني ملال الزنق أي تحسين، وعندي تأخر دم لا إله إلا الله محمد رسول الله. درت ثلاثة العمليات لهذا الرجال هذا، وراه عاود خرج فيه العيب العظم خرج، والمرضى انتقل لي لهذا، راه التكال كامل كيطيح الدوز حتى لهنايا كامل، وما كيخلينيش نعس لا اله الا الله. كنبقى 4 ايام 5 ايام عاد كيديني شويه الخسفت على ظهري. وكاينين شي ناس راه يتكلفوني بالعمليه ديال هذا الرجل ان شاء الله في هذا الايام، ولكن في الكريديات ديال ثلاثه العمليات الاولى انا غارق في الكريديات، نطلب من المحسنين يعاونوني نفري الديون ديالي ونشري الدواء ديالي. واخا هاد الناس تكلفوا لي بالعملية الله يخلف عليهم والله يجازيهم بخير، ما بعد العملية كلشي صعيب. وراه اختي كتخرج تطلب لي في القهوة باش نشري الدواء، وكيعايروها كيقولولها كتستغلي خوك كتنصبي على الناس، ولكن الله شاف واللي قال دوك الهضرات راه ما جربش. وكنتمنى كاع كل المرضى اللي يعانوا الالام يشفيهم الله تعالى وينقص من الامهم. طبعا السنين هذه باش اكتشفت المرض كان ليا في اليدين، في الاول تبوشوا لي العرق في اليدين وداويتهم الحمد لله ربي شفاني فيهم، ولكن انتقل لي المرض للرجلين، بدا لي في الصبعان ديال الرجل اليمنى قطعتهم ما نجحتش العملية، زاد قطعت وثالثة إن شاء الله، ولكن الديون لا إله إلا الله محمد رسول الله غارق في الديون، وما كاينينش في بلاصة واحدة، كل واحد شديت عنده شي حاجة تعبة شي بكون كاين عند واحد كاين شي نعطيه شوية يزيد يصبر شوية، ولكن دروك كلشي غيطلب لي في مرة واحدة. كنت خدام بخير وكنت نخدم مصو نخدم بناي نخدم بالزليج الرخام البني. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.